حسمت الأمور. التنافس دائرته أصبحت ضيقة بين المتصدر الأهلي الذي يبدو طريقه غير صعب حتى الموقعة الأخيرة، فيما الوصيف الهلال لا صعوبة ستواجهه حتى يعيد اللقب الغائب. الموقعة الأهم الأخيرة التي ستجمع الوصيف بالمتصدر ستكون الحاسمة، هكذا نشاهد الصورة من بعيد، إلا إذا حدث ما لم يكن في الحسبان. الأهلي بعد مواجهة الاتحاد يبدو الأكثر جاهزية ورغبته في تحقيق اللقب تزداد جولة بعد جولة، وما يزيد حظوظ الأهلي بالفوز باللقب أنه متقدم بنقطة على الهلال، وستكون الجولة الحاسمة على أرضه وبين محبيه. المواجهة القادمة صعبة في المجمع مع الفيصلي بمواقف هذا الفريق على أرضه، وسيكون الأهلي مطالبا بالفوز في المباراة القادمة وحتى آخر المشوار لكي لا ينتظر نتائج الآخرين. فيما موقف الهلال مشابه لحد كبير مع منافسه، فمواجهته القادمة حتى المواجهة الحاسمة أمام الأهلي لا مجال فيها غير الانتصار، وقد تكون موقعة الشباب الأصعب في مشواره حتى الموقعة الحاسمة. كل المؤشرات على الورق تعطينا أن مواجهة جدة بين الأهلي والهلال ستكون الحاسمة، وفيما سيكون الموقف مشابه لما حدث في 2011 حينما استقبل الأهلي شباب في آخر مباراة وخسر اللقب. فهل تعلم الأهلي الدرس أم أن الهلال له كلمة أخرى؟